اللهم احسن عاقبتنا في امور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم احسن عاقبتنا في امور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم احسن عاقبتنا في امور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم احسن عاقبتنا في امور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم احسن عاقبتنا في امور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم احسن عاقبتنا في امور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم احسن عاقبتنا في امور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم احسن عاقبتنا في امور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره